المباراة كانت قوية، الخصم كان دار المرتدات، ولكن الحمد لله الدراري ربحوا ب3-0. تبارك الله ذاك الدري سميتو علاء، الدري تكوين بدا من الفئات الصغرى وطلع للمينيم، والحارس المرمى اللي متألق اللي كان اليوم متألق في المباراة المهدي أريبي. شكرا. ان شاء الله غادي نوجدوا هذا الماتش، ان شاء الله غتكون النتيجه ايجابيه للفريق الوداد البيضاوي. كنقول للجمهور الودادي لا خوف على مدرسه الوداد، بفضل هاد الدراري ان شاء الله غيقولوا الكلمه ديالهم. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.